لكن يبقى الكثير في الغربال، المنشطات وعلاقات الكبار. طبعا المنشطات يعني ده اللفظ المهذب شويه، لكن اللي حصل اليومين دول كان ممكن نشيل المنشطات ونحط النوع اللي ماشي اليومين دول في السوق، لكن ما علينا. خلينا في علاقات الكبار الاول. نادي الاهلي كان بيلعب مع نادي الاتحاد السكندري مباراه على كاس السوبر في كره السله من تقريبا ايام، وحصل انهيار للمنصه اللي كان جالس عليها او مزدحم عليها جمهور الاتحاد. حصلت اصابات كتيره جدا. المسؤول النادي الاهلي اللي كانوا حاضرين في الصاله وقتها كان الاستاذ العمري فاروق والدكتور محمد شوقي، حرصوا على اصطحاب كل المصابين للمستشفيات بما فيها مستشفى مصر الدولي، وفضلوا كان معاهم المهندس خالد مرتجي وجالهم الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، وفضلوا لغايه الفجر في متابعه لعلاج المصابين، وكانت اخطرهم اسلام اللي كان عنده اصابه وجراحه مهمه جدا في المخ. دكتور محمد شوقي بذل مجهود كبير انه يستخدم احد اكبر الاطباء وقتها ويجري جراحه مهمه أنقذت والحمد لله حياة مشجع الاتحاد إسلام. والكابتن خطيب حرص منذ أيام على زيارته في المستشفى والاطمئنان على صحته. ثم كان القرار المهم والمؤثر للنادي الأهلي. النادي الأهلي بيخطر الاتحاد المصري لكرة السلة تنازله عن كل حقوقه التنافسية في المباراة، ويطلب إهداء اللقب، لقب بطل السوبر، لنادي الاتحاد السكندري. هقول لكم البيان للنادي الأهلي قالوا ونشوف رأي المهندس عادل. النادي الأهلي ومجلس إدارته يهديكم أرق تحياتي وتمنياتي، ده للاتحاد المصري لكرة السلة، لاتحادكم الموقر بدوام التوفيق لخدمة لعبة كرة السلة المصرية. وبمناسبة الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير وترتب على ذلك عدم اكتمال المباراة، يطيب لنا اللي هو مجلس إدارة النادي الأهلي، يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم، وانطلاقا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دوما أكبر من أي بطولة، ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في هذه البطولة، ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرا لجماهيرها التي تألمت في هذا اليوم وفريقها الذي كان متفوقا بعدد من النقاط ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة. وبعيدا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة، فإن النادي الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة. طبعا الأستاذ مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد شكر هذه المبادرة وشكر العلاقة اللي بين الجماهير الأهلي والاتحاد وشكر موقف الجماهير من هذه المباراة، ولكن أنا عايز أتوقف أمام النقر على الحلل. ما فيش حاجة أستاذ إبراهيم الأهلي يعملها إلا ما تجد حد على الرصيف الآخر يحاول أن يسطحها ويفرغها من مضمونها ويحولها إلى شيء. فطالعين يقولوا إيه بقى؟ النادي الأهلي عمل كده عشان مروان، صفقة مروان. طيب ما تيجي إحنا نسمع الأستاذ مجدي أبو فريخ. لا ما نسمعش مجدي، الأستاذ مجدي أشاد هتسمعها بس مش دلوقتي يا استاذ ابراهيم. انا بعلق على حاجه عايز اقولها. قول. ان النادي الاهلي عارف وقال لك بعيدا عن النواحي الفنيه ومجريات المباراه ولن نتحدث في هذا، وان الاتحاد كان متقدما بفارق مريح وان لم يكن متبقي الى الفتره الرابعه وكل الاحداث دي، ولكن احنا بنقول الحدث أثر معنويا على لعيبة الاتحاد، أثر معنويا على جماهيره، وليس من اللائق ولا الأصول إن احنا نستكمل هذه المباراة. فالدافع والكلام ده اتقال عقب المباراة وتاني يا أستاذ إبراهيم، وطلع تصريح من اتحاد كرة السلة قال لك سنبحث وندرس هذا الاقتراح.
فده من بدري قوي. فقال ما كانش مرتبط بال بصفقة كورة ولا حاجة. والناس كلها أشادت بالجماهير. أصل في لحظات يا أستاذ إبراهيم تسمو الإنسانية والعلاقات الشخصية فوق أي اعتبار آخر. أنا وأنت بنتنافس، لكن حدث حدث يخلينا ننسى تنافس إيه وبتاع إيه. ده في حدث يعني أكبر من أي نتيجة وبطولة. وهو ده ساعتها بالتصرف التلقائي بتبان العلاقة مش المخطط له. احنا ما استنيناش لتاني يوم وروحنا بوفد، لا ده الجماهير ومسؤولي النادي الاهلي كانوا في قلب الحدث ولم يتركوا اي حد الا بعد ما عملوا له كل اللازم. والدكتور محمد شوقي نقلوا الى المستشفى الذي يعني له فيه كلمة علشان يقدر يتابع الحالة ويقدم له أفضل خدمة. ويعني أعتقد أن جمهور الاتحاد يدرك تملي الكلمة دي حلوة أوي. بص على المستفيد من هذا التصريح. فتش على المستفيد. تعرف على طول ده معمول ليه. ولكن ستبقى الإنسانية والعلاقات الإنسانية أسمى وأروع ما في الرياضة. ده كلام مهم جدا. طب نشوف رأي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الأستاذ مجدي أبو فريخ. ما يخص يا فندم طلب النادي الأهلي بإعطاء البطولة للاتحاد السكندري، هل هذا قانونا هذا ممكن يطبق؟ أخذت قرار بالفعل؟ هو فعلا هو القانون بيقول تستكمل المباراة زي ما هي كل أحداثها، يعني باللاعبين بالحكام بالتوقيت بكل حاجة إذا بدأنا كرة السلة. ده قانون، لكن احنا برضو احنا زي ما حضرتك قلت رياضة اخلاق ورياضة يعني فيها كل حاجة كويسة. لا احنا كاتحاد استقبلنا خطاب النادي الاهلي بكل ترحاب ووافقنا عليه، لانه هو يعني ظرف خاص بظروف مباراة معينة كان الاتحاد متقدم لكن الباسكت ما فيهوش حاجة اسمها يكسب غير اخر دقيقة. لكن النادي الاهلي قال رغبه منه وللجماهير الاتحاد العاشقه للباسكت واللي حصل، وان المباراه كانت ماشيه في سياق نادي الاتحاد. احنا شايفين ان البطوله دي تروح لنادي الاتحاد، والاهلي ما عندوش اي مانع من اعطاء الكاس لنادي الاتحاد. طبعا ده حاجه جميله جدا. روح فعلا زي ما حضرتك في بدايه كلامك قلت الرياضه فيها كل حاجه كويسه، فيها كل حاجه كويسه، فيها ناس محترمه، فيها ناس بتفكر، فيها ناس بتقدر. فعلا الموقف جميل من النادي الاهلي، والاتحاد استقبله برضه بكل ترحاب واريحيه، وان شاء الله هنعلن عن موعد تسليم الكاس نادي الاتحاد في نادي الاتحاد باحتفاليه برضه. اذا يا فندم حضراتكم اخذتوا قرار خلاص؟ فعلا. الحقيقه يعني اعتقد ان هو يعني قرار رائع، ابسط حاجه يقدمها النادي الاهلي وقدمها اتحاد اللعبه للجمهور، ده تكريما للجمهور اللي تعرض للاصابه. واعتقد ان هي لفته رائعه، يعني هي لفته اكتر من رائعه الحقيقه، و يعني حاجه جميله جدا. ويعني زي ما حضرتك قلت هي دي رياضه، والرياضه فيها كل حاجه حلوه والله يا جماعه. صح. وكفايه الموقف نفسه، الموقف نفسه يوم الحدث. طبعا أعضاء مجلس إدارة الأهلي العام جميل فاروق والدكتور محمد شوقي وكابتن خالد العوضي النشاط الرياضي جريوا في المستشفى وجريوا عشان ينقلوا المصاب بتاع الاتحاد الإسلامي ربنا يشفيه ويتم الشفاء على خير في المستشفى دي مستشفى تانية. كانوا بيجوا وقلت في كذا حتة كانوا بيجوا يركبوا عربيتهم عشان يسبقوه عشان يستقبلوه في المستشفى التانية. منظر جميل. جمهور الأهلي نفسه وهو متعاطف جدا مع الاتحاد وبيقول لهم تعالوا بقى في بيوتنا وتعالوا جماهير الاتحاد. جماهير فعلا وفيه لناديها وبتشجع ناديها، وبرضه في نفس الوقت في المواقف الصعبه هتلاقيها فعلا ناس يعني جميله وصاحبه واجب زي ما بنقول. استاذ ابراهيم يعني المساله اصلها واضحه جدا، ولكن هذه قيم انسانيه لا يقدرها الا البني ادمين. الناس اللي عندها هذه المشاعر الانسانيه تقدر تفهم الكلام، لكن الناس اللي بتفكر
ازاي طول النهار تزور وتبعت جوابات مزوره وتقلب عليك الناس وتدس اخبار غلط؟ تفتكر هتتصور ان في حد بيتصرف بنبل؟ كله بيفكر بمحتواه. صحيح. فما تنزعجش من الكلام ده. على فكره بالنسبه للاعلام يا جماعه، يعني الاعلام وهو بيتكلم على ازاي تقدر تزيد اللحمه بين الجماهير، وازاي تقدر تعزز الروح الرياضيه بين الجماهير، وازاي تقدر تخفض منسوب التعصب، وازاي تقدر فعلا تاخد الناس للمناطق الامنه لمصلحه البلد ومصلحه الرياضه. كم حد توقف عند هذه الخطوه من النادي الاهلي اللي بيتكلم عليها الاستاذ مجدي ابو فريق؟ هو دي التصرفات اللي تعمل، يمكن باستثناء الاستاذ او الزميل سيف زاهر، ما شفتش ابدا اهتمام من قبل بقيه البرامج اللي عمال تتكلم في حاجات تانية خالص. لحد اهتم بزياره الكابتن الخطيب، حتى بالمتابعه الانسانيه لحاله المشجع، دي الحادثه اللي كانت حصلت. لكن انا بكلمكم على حتى سعاده الناس بانه المشجع اسلام اللي كان بين الحياه والموت، على فكره كانت يعني حالته في منتهى الخطوره، لكن قدر الحمد لله الامور تعدي بشكل كويس، والكابتن الخطيب زي ما انتم شايفينه في الصوره زاره من كام يوم، وبعديها كان هذا القرار. واحد من الزملاء اللي توقفوا ايضا بتقدير عند قرار النادي الاهلي كان الزميل محمد شبانه. زي ما سيف زاهر تحدث مع الاستاذ مجدي ابو فريخه عن قرار النادي الاهلي بالتنازل عن اللقب، والفكره مش في قيمه اللقب، الفكره في ان انت ازاي بتقدر مشاعر الجماهير اللي كانت يعني سقطت بيهم المنصه وهم في قمه الفرحه والرقص لانه فريقهم كان متقدم بسكور كبير. زي ما قال النادي الاهلي في بيانه، على فكره يعني النادي الاهلي حتى في البيان اللي تنازل فيه عن هذا اللقب ما اغفلش حق الاتحاد الرياضي، الحق الرياضي لنادي الاتحاد انه السكور كان متقدم بنسبه كبيره له، فالنادي الاهلي شايف انه اما وانه الرقم كان يشبه انه الاتحاد احق بالبطوله، لا حقه ياخد البطوله والنادي الاهلي متنازل عليها. نشوف محمد شبانه وتعليقه على قرار الاهلي. النادي الاهلي عمل حاجه في غايه الشياكه، في غايه الشياكه، عمل بيان قال فيه ان هو مش بيتنازل، ان هو بيقول انه نادي الاتحاد السكندري هو الذي يستحق لقب كاس السوبر اللي بتاع كره السله، واتحاد السله وافق على كده، بيوافق على طلب الاهلي، بعت رسمي لاتحاد السله طلب منح نادي الاتحاد السكندري لقب كاس السوبر. اهو الاهلي يقرر التنازل عن اي حقوق للنادي في بطوله كاس السوبر الموسم لموسم 21-22 واهداء اللقب لجماهير الاتحاد السكندري، واتحاد السله يوافق على طلبه. انا الحقيقه بيان ايجابي جدا، محترم جدا، وشيك جدا، وفي تقدير كبير جدا لنادي الاتحاد السكندري وجماهير نادي الاتحاد السكندري، نادي عريق، ونادي الاتحاد السكندري كمان اهو احتفلوا باللقب بتاع كاس السوبر بعد ما الاهلي عمل كده تشامبيونز اللي هو الابطال يعني. وادي اللي فوق ده على فكره اسلام اللي هو اللي ان شاء الله ان شاء الله بيهدوا اللقب ان شاء الله، ربنا يشفيه اخر المصابين باذن الله، ربنا يشفيه في هذه الواقعه. وتم اهداء البطوله من جانب الاتحاد السكندري لاسلام، نوع من التعاطف والمعذره والدعم. يعني الاعلام الحقيقي يشاور بايجابيه على التصرفات دي، اما الذي في نفوسهم غرض بلاش مرض، ما ايه، هيحاولوا يدوروا على اسباب خبيثه ورا كل حاجه نبيله. وزي ما قلت لك انت بتعيش في الجو اللي انت عايز تعيش فيه، وطلع يعني النبتة هتطلع من نفس التربة اللي انت بتزرعها.